فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على وقته، لا يضيع نفسا بغير طاعة. في الليل تراه قائما متهجدا ضارعا باكيا بين يدي الله، وفي النهار تراه قائما داعيا مربيا يدل الناس على رب الناس. في الليل فكل نفس يقربه من النهاية
وعمر الإنسان محدود بين هذين، والإنسان منا عمره فيه صفتان، إذا ضاع مال الإنسان فللمال الضائع أن يعود، ولكن من ضاع منه عمره هل للعمر الضائع أن يعود؟ أنى لمن ضاعت أيامه وضاع شبابه وضاعت أوقاته أن يعيدها من جديد. عمر الإنسان فيه صفتان، الصفة الأولى أن ما مر منه لا يعود أبدا، الذي ضاعت منه أيامه لا يستطيع أن يعيد عجلة الزمان إلى الوراء. والصفة الثانية أن عمر الإنسان لا يتوقف مهما كانت أحوال الإنسان، سواء كان مريضاً أو صحيحاً، حزيناً كئيباً أو ضاحكاً مسروراً، فالعمر لا يتوقف لأحد، ولكن يمضي إلى النهاية التي كتبها الله جل وعلا. ومن هنا علمتنا الشريعة قيمة الزمن وقيمة الأوقات، حتى لا يفرط الإنسان في نفس من أنفاسه ولا في يوم من أيامه. كم رأينا في هذه الدنيا من أغنياء فهل دام الغنى لأحد؟ كم رأينا من أقوياء فهل دامت القوة لأحد؟ كم رأينا من أصحاء فهل دامت الصحة لأحد؟ كم رأينا من أحياء كانوا بيننا فرحلوا عنا ووراهم التراب، فهل يخلد في هذه الدنيا أحد؟ سبحان الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، والإنس والجن يموتون. يولد ابن آدم ضعيفا لا قوة له، عاجزا لا حيلة له، عاجزا عن الكلام والسعي والحركة، عاجزا عن إطعام نفسه، عاجزا عن دفع الضر والأذى عنه. ثم يكبر ويشتد عوده صبيا فشابا فرجلا فكهلا كبيرا فشيخا، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فإذا كان أغلى مال الإنسان وأغلى رأس ماله هو عمره وهو أنفاسه، فليس له أن يضيع يوما هدرا، فكل نفس يقربه من لقاء ربه. تدرون ما هي أمنية الموتى؟ الذين خرجوا من الحياة يريدون العودة إلى دنيانا، ما هي أمنيتهم؟ القرآن جاءنا بالجواب، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. ما من ميت يريد العودة إلى الحياة فيقول رب ارجعون لعلي أجمع مالا، رب ارجعون لعلي آكل طعاما، رب ارجعون لعلي ألهو لهوا أو أعبث عبثا. كلهم يريدون العودة إلى الحياة لعمل صالح. جاء الموت فكشف الستار بين عالم الغيب وعالم الشهادة، فعلم قيمة الكلمة الطيبة، وأنه في كل نفس يمكن أن يقوم بطاعة ينجو بها من الهلاك يوم القيامة. الناس يخرجون من القبور مذهولين، فتحنا أعيننا وأغمضناها، ما وجدنا بيوتا ولا قصورا ولا عمائر، نسفت الجبال وسجرت البحار، أغمضنا أعيننا وفتحناها فما وجدنا دنيانا التي بهرت عيوننا وشغلت قلوبنا، وإنما وجدنا وجه الحي الذي لا يموت أبدا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على وقته، لا يضيع نفسا بغير طاعة. في الليل تراه قائما متهجدا ضارعا باكيا بين يدي الله، وفي النهار تراه قائما داعيا مربيا يدل الناس على رب الناس. في الليل قائما متهجدا، وفي النهار قائما داعيا. فمتى كان ينام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولله ضر القائل: أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتسر عيني بالرسول. اللهم ونحن في يوم جمعة وفي ساعة إجابة، أكرم هذه العيون برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره،
ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. الصالحون من السابقين كانوا من أحرص الناس على أوقاتهم، أشد من حرص الناس على أموالهم. لا تجد عاقلا يضيع ماله ولا يفرط في ذرة من ماله. هل وجدنا عاقلا في الطريق يأتي بأمواله فيلقيها في البحر أو ينثرها في طريق الناس؟ لو فعل ذلك لحكم الناس عليه بالسفه والجنون. والله الذي يضيع وقته أشد سفها وجنونا ممن يضيع ماله، فإن الوقت أغلى من المال. وإنك لتعجب من بعض الناس حينما تسألهم فيقول إنني أقتل الوقت. هل أصبح الوقت عدوا لنا حتى نقتله؟ لقد علمنا الإسلام كيف نستثمر أوقاتنا في طاعة نبتغي بها وجه الله، في عمل نافع ننتفع به وننفع به الأمة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الجنة أيها المسلمون غالية، سلعة الله الغالية، لا تنال بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالأمان والرجاء والترجي، وإنما تنال بالأعمال والطاعات. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ليس عند المسلم وقت فراغ حتى يضيعه في الجدال، وما هلكت هذه الأمة إلا من كثرة الكلام والجدل الذي ضيع منها العمل. فالمسلم لا تراه إلا مشغولا. الله يحب أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. المسلم تراه مشغولا، يعمر مسجدا، يجالس عالما، يعود مريضا، يزور مسلما، يتعلم علما نافعا يدله على عمل صالح. هكذا أوقات المسلم كلها مشغولة بالله، لا وقت عنده ضيعه في كلام أو في جدال. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، فإن لم يجد فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف، فإن لم يستطع فيأمر بالخير، فإن لم يفعل فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. معاذ بن جبل رضي الله عنه حامل لواء العلماء يوم القيامة، وأقسم صلى الله عليه وسلم على حبه فقال يا معاذ والله إني لأحبك. مات عن عمر يناهز 33 عاما في طاعون عمواس. هل تدرون ماذا قال عند احتضاره وهو في الرمق الأخير في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة وله هذه المكانة؟ قال وهو يحتضر اللهم إنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لجني الثمار، وإنما كنت أحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات بالليل ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. النصوص جاءت كثيرة حتى تدل الأمة على قيمة الزمن وقيمة الطاعات. روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. وروى البيهقي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك. هذه امرأة عجوز عمياء مقعدة، هذه لا يرغب فيها أحد، فلا مال ولا جمال. تدرون من كان يخدمها بنفسه حتى يقدم لنفسه عمل صالح؟ إذا كنا في الدنيا نسعى لكسب الدراهم و
وهي زائلة ونحن راحلون، فكلنا يسعى ولا أحد يرزق أحد ولا أحد ينفع أحد، وإنما الرزاق هو الله. أفلا نسعى إلى طاعات نبيض بها صحائفنا يوم القيامة؟ هذه المرأة العجوز من كان يخدمها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه. روى الأوزاعي عن طلحة رضي الله عنه قال: رأيت عمر في الليل يدخل بيتا ثم خرج منه، فدخلت هذا البيت في الصباح فإذا امرأة عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: ماذا يفعل هذا الرجل عندك؟ قالت: جزاه الله من رجل خيرا، يتعاهدني منذ كذا وكذا فيطعمني ويقضي حوائجي، إنها عمياء لا تراه حتى تمدحه وتثني عليه بين الناس. فقال طلحة لنفسه: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ عمر يجاهد نفسه لإخفاء عمله ويتواضع لله بخدمة غيره، ويأبى الله إلا أن يظهر هذا العمل للعالمين حتى تتعلم الأجيال إلى يوم القيامة عظمة هذا الإسلام الذي أخرج هؤلاء الرجال. كن نافعا لنفسك ونافعا لغيرك، وابدأ بالأقربين فالأقربون أولى بالمعروف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا. اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، إن كانوا أهله فهم أهله، وإن لم يكونوا أهله فأنت أهله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل المعروف في الدنيا والآخرة. توبوا إلى الله واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الزمن يعمل فيك فاعمل فيه، وإذا مر يومك فقد مر بعضك، وإذا مر بعضك فيوشك أن يمضي كلك. قال ربنا جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال المفسرون: النذير هو الموت، وقال بعضهم: النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: النذير هو الشيب. وكل ذلك قد رأيناه، فقد جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم بالحق من عند الحق. والموت، كم أخذ الموت من بيننا أغلى وأحب من رأت عيوننا. والشيب، إما نراه في رؤوسنا أو في رؤوس من حولنا، فقد جاء النذير. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملأ فيه ولا يدري أرضي الله عنه أم سخط. وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة محمدا وصحبه، وهول المطلع عند سكرات الموت، وموقفي بين يدي الله لا أدري إلى أين منصرفي، أإلى الجنة أم إلى النار. ولكن هذه بشرى لكل مسلم ومسلمة. رواها الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل أن المؤمن إذا كان في قبره يأتيه رجل طيب الريح حسن الثياب حسن الوجه، فيقول: من أنت؟ فإن وجهك لا يأتي إلا بالخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر ذلك يومك الذي كنت كجسده ورغم لك أنفه. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمائه شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. نسألك قبل الموت توبة،
وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صغر هذه الدنيا في عيوننا، وعظم جلالك في قلوبنا. اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم إن أقررت عيون أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيوننا من طاعتك. اللهم اكشف الكرب والبلاء عن جميع المسلمين. اللهم استر أعراض المسلمين. اللهم استر أعراض المسلمين. اللهم استر أعراض المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم غربتنا في الدنيا. اللهم ارحم مصرعنا عند الموت. اللهم ارحم وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم اسمعنا يوم القيامة سلاما سلاما، ولا تسمعنا سحقا سحقا. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تغيبها عنا عند الاحتضار. اللهم ثبتنا بها عند السؤال في قبورنا. اللهم احشرنا بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم